ما حد حيبكي. يمكن هذه المرة الخمناش اللي أرجع أسجل فيها يعني، والسبب إني أنا آخر واحدة دخلت التيك توك وعلى مضض، بس خلاص أحس وجبت الهرجة. الهرجة تقول طب أنا مين يعني؟ أوكي، اسمي فاطمة الجاوي، وبإذن الله نويت السنة الجديدة هذه مع الحماس كده يعني حق السنة الجديدة إني أنا أخش تيك توك أخيراً. وصراحة ما بأخش ويدي فاضية، أوكي؟ ولا ما بأخش وأنا ما عندي سالفة ولا ما عندي عن جدتي. أنا صار لي فترة يمكن تقريباً 3 سنين بسوي مشروع أسر منتجة، هي مش فترة طويلة بس خليني أقول إنها كانت فترة كفاية إنها ورتني الأبس والداونز حقة المشروع، الفوق والتحت، السلبيات الإيجابيات، الربح والخسارة، أشياء مرة كتير. المشروع لساته قائم وشغال عليه، في أشياء كتير كده صارت في الطريق، كل حاجة صارت حتكلم عنها. اللي مهتم في الأسر المنتجة أكل حلا ومالح، واللي مهتم يبدأ مشروع من البيت بس هو مش عارف هو حيبدأ إيش، بإذن الله هأعمل السلسلة هذه يعني حتفيدكم بإذن الله مرة كتير. ليش اخترت التيك توك مش اليوتيوب ولا الانستغرام؟ لأنه أنا أبغى تفاعل على المحتوى، فلما ناخد ونعطي يكون يعني المحتوى أحسن وأحسن. ما أبغى محتوى بس والله من وجهة نظري أنا فاطمة، أبغى محتوى من وجهة نظر الناس، سواء اللي يفكروا يبدأوا مشاريع ولا اللي أريد عندهم مشاريع وحاسين إن عندهم شيء يبغوا يضيفوا للمادة أو إنهم يبغوا يستفيدوا، يعني هم مثلا مهنقين في مرحلة وما هم عارفين إيش الهرجة. فإن شاء الله بإذن الله بحاول يعني في دي السلسلة أكون مرة شفافة قد ما أقدر وأشارك معكم المعلومات، وفي حاجة كده أنا قررت أسويها فما أدري ليه كده أحس إني حتورط، بس الزبدة تقول إنه الكلام اللي أنا بقوله مش بس هلس وطرطش كلام، أبغاه تطبيقي. فرح أفتح معكم مشروع، يعني حنفتح سوا كده كلنا مشروع، يعني مشروعنا كلنا كده، والكلام اللي أنا بقوله نطبقه، أو خلينا نقول الصعوبات اللي أنا مريت فيها من أول نتعداها. فطبعاً اللي يسوي الشغلانة من المرة الأولى مو زي اللي يسويها من المرة الثانية. المهم قبل خلص الفيديو، إذا تعرفوا أحد مهتم أو أنتم مهتمين أنشروا الحساب. يلا شوف.